ممكن عندي سؤال للسيد تفضل عزيزي. لما يجاوبني عليه، تفضل أخوي. انه انا صارت عندي علاقه وابنية على التواصل الاجتماعي. نعم. نعم، فهاي البنية تتقدم لها بالحلال، شنو بس فوالدتي عفوا ما اسمع معارضة انت على هذا بس الزواج. عيد لي شوية. انه ابنية صارت عندي علاقة وابنية على التواصل الاجتماعي، نعم. وتتقدم لها انه تتقدم لها. اخطبها، نعم. فوالدتي معارضة على هذا الزواج، نعم. كونه اللي انا تعرفت عليه على التواصل الاجتماعي، وكونه فارق بالعمر بيني وبينها 7 سنوات. نعم. هي أكبر لو أنت أكبر. هي أكبر، هي 92 وأنا 99. نعم. أي، فهل يعني الفارق العمر حرام أو خطأ يعني بالزواج؟ طيب. وهل لأنه أنا هسه ما أقدر أعرف، كونه هي تجي قسمة أكثر من مرة، أنا يعني محتار هي مدى توافق على أي شخص إلا أنا أجي أتقدم له. فوالدتي قالت يعني إذا إنه أنت أسأل السيدة شدي حسين، إذا أقول لك هل هاي العلاقة صحيحة، وهل إنه هذا الزواج صحيح؟ انه انا اوافق، فما اعرف انه هذا زين. الشيء صحيح ام لا، انه انا غلطان يعني. هاي القت القضية في يا عهدتك اخي سيد مش الكل. كده، تمام، انت خلاص راح تسمع ان شاء الله الحكم الشرعي لهذا تمام. الموضوع علي. في واقع الحال الكلام على ان الارتباط والعلاقة مع الجنس الاخر نعم. بلا اشكال هي علاقة يعني فيها نوع من الاثارة، ليست علاقة بريئة. يعني اكو شيء اسمه انجذاب، أكو شيء اسمه إثارة، سواء البنت تثار وهو يثار. وهذا النوع من الكلام الغرامي في كثير من الأحيان هو لا يجوز. وعموما فتح باب الإنسان على نفسه جناب الأخ، إحنا نأخذ في تجربة واقعية. أخ عزيز عمره على أي حال مواليد 99، وارتبط بفتاة عمرها مواليد 90، يعني 9 سنوات أكبر من عنده. هو قال 8 سنوات. بلي، تسع نعم. سنوات أكبر من عنده، 8 سنوات مو مهم. نعم. وارتباطه بشكل كبير معاها، اللي ما يجي يقدر ينساها، ما يجي يقدر يلغيها. تلك الفتاة على حال مرتبطة ارتباط كبير، على أنه جاي ترفض أي خطاب يجي تقول أريد هذا الولد. وهو أيضا في حيرة من أمره، والدته تمنع هذا الأمر. شوفوا كتجربة عملية أنه الارتباط الغير المدروس كيف يفتح للإنسان أبواب هو غني عنها. وحضرتك يعني ذكرت في صدر الكلام أن الإنسان أحيانا يفقد التحكم بقلبه. يعني أحسنتم، يعني أنا ليش يعني شوف ايش قد لطيفة، أكو مثل عربي أو ما أدري، أنا من صغري سامعه، الباب اللي تجيك من الريح سدها واستريح. نعم. يعني الشيء اللي في الواقع من خلال اللي تجيني مشاكل، خلاص أنا أجي أرتبط وأجي وكذا وأحب ومواعيد ومواثيق، وبعدين أصطدم بحجر أو بصخرة كبيرة اسمها صخرة الواقع. نعم. إن يعني 9 سنوات أو 8 سنوات أكبر من عندك فتاة، أنا ما أقول حرام أصلا، الأم خل تسمعني، ليس حراما، ليس حراما، راح أجي أتكلم عن القضية. نعم. بس أصل الارتباط والعلاقة فيها يشوبها ما يكون الحرمة والمعصية، وهذا لا يجوز. نعم. سيدنا مؤرد الزوج شلون نتعرف عليه؟ على أي حال التعرف، قد أنا مثلا من أول وهلة شفت خوش بنية كذا سألت عنها أروح أطلبها، أما أن شلونك وصباح الخير مساك الخير وهذا الثوب كان جميل وهذا الفستان مثل كذا، هاي كلها تجر إلى كلام غير منضبط، وهذا لا يجوز شرعا. طيب، فيما يرتبط بوالدته ومعارضته سيد. أما نجي إلى أنه الأخت الأم الله يحفظها ألقت المسألة علي، قالت السيد شيول شوفي حجية بشكل عام، أقول هذا الولد مرتبط بهاي البنت ويريدها وهي هم تريده، فأفضل طريق، أفضل طريق بغض النظر عن أنها كبيرة وبابا أنت إلا أن تريد تحمل، تريد تجيب، تريد ما أدري كذا، تريد ترعى أولادك، هي على حال الحمل راح ينهكها، الحمل راح يكبرها. وتدرون يعني الفتاة أسرع شيخوخة من الرجل فيما يرتبط بالحمل والولادة. ولكن بشكل عام أقول، بشكل عام حجية قولي ما يخالف ماما، نروح نسأل عنها بكل التفاصيل، عن حياتها وعن عشيرتها وعن أخلاقها، عن
سلوكياتها عن دينها. نسأل إذا كانت من كل هذه الجهات حسب تعبيرنا مرتبة ولا نعم لا إشكال في ذلك. نعم. قد تكون هي واقعا امرأة من جميع الجهات جيدة، خلاص. إذا لا هي متبرجة وابنك حبه مثل ما قلنا في بداية الحلقة يعني. حبه يقول لا هي هذه، هذا حجاب الإسلامي. بابا هذا مو حجاب، هاي متبرجة، هاي مكيجة. وشون تتجرأ تقول الولد أنا أحبك وأموت عليك؟ حياء ما أكو يعني. أقول المؤاخذات اللي عندنا لما نتكلم ويا ولدنا قاعدة الصراحة، بابا هذه واحدة اثنين ثلاثة، أهلها مو خوش مثل كذا، عائلتها وكذا مثلا. احنا قاعد نضرب أمثلة سمعت، نضرب أمثلة بشكل عام يعني. بلي لا أتكلم عن القضية بشكل، فأقول أن نبحث عنها ونحقق فيها وإلى آخره. فإذا كانت ذات مواصفات حسب تعبيركم أنتم بالسوق، نعم. شو يقولون فو المواصفات، نعم. إذا لا بها حسب تعبير لولا وعوجة وقضايا ومدري إيش، أمهم ومدري عائلتها أو سوالفهم عندها مشاكل، هنا نقول بابا أنت ابننا وإحنا نريد مصلحتك، وهذا مو مصلحتك ابني، أنت حبك أعماك ما تشوف الواقع.